القصيدة هذه طبعا يمكن الجمهور أكثر ممكن عارف مناسبتها وأحداثها، واللي ما هو بعارف إن شاء الله أنه بيستنتج موضوعها فيها. موضوعها فيها يقول: يا مراديم السحايب على رؤوس القلاع، علمي من هو فقدني بعلمي علميه، وانت يا هم كتمته بصدري لين شاع، هم وقت عند هاجس قصيدي بشتكيه دك ليل الياس، يا هاجسي لين الشعاع ينطحك نوره يبشر بصبح مقتفيه، وسر من فكري ذلول انتسام، ولا تباع ما قناها كون شيخ انت ورثها من ابيه، سرها للي تساءل عن امر الانقطاع وقل له اني سكت عقب البطاء عذر وجيه، غبت لكن غبت مجبور، واشتد النزاع بين قلبي يحتويني وعقل نحتويه، وعذري ان الوقت شيخني لا جوب يطاع، وان حكم حكمه بلا ليه يمشي كون ليه ما يمشي، وحكمه غدا فرض مطاع مثل فرض الثار، لخن غزا في ثار اخيه وقتنا اللي غصب لا قال نحسن الاستماع، وان طلبنا العهد سقناه له عهد النزيه، بعد ما كنا نسومه شرع فينا وباع، وبعد ما هو يرتجينا غدينا نرتجيه، لا خلى البشت يومي على كتف الرعاع، والجبور الضيق من طيب سمحين الوجيه، وقل له انه ما يضيق على صدر الشجاع، كن دبارة رفيقه وفرقه والديه، وقل له اني بتوجد توجادني ذاع، لان يذكرني المغفل وينسان النبيه، يا وجودي وجد من ساق رجله للضياع، لان وصلت به على جال عدنا ما يبيه، ويا وجودي وجد من ضيعه وقته وضاع بين حلم ما تحقق وحظ لك عليه، ويا وجودي وجد من مد كفه للوداع، والوداع اقسى على النفس من سوم الوجيه، ودع ربوعه وقاعه وبدلها بقاع، قاع قوم لا يبيها وهي ما هي تبيه، ويرتكي لحمه الكتفه بقدر المستطاع، ويتعجب من زمانه على ما صار فيه، وبعد ما هو ينطح قوم يعش الجياع، والجمايل عند بابه تبشر من يجيه، صار يسأل ليه بالله يوم الاختراع تجبرين الحر يصفق الى ضاقت عليه، يسأل وغيره تساءل عن امر الانقطاع، والشقى يسال عن صدور سمح الوجيه. الله سلامتكم. صح الله لسانك ابو علي. صح ابدنكم.